مرحبا، معكم شيف شهرزاد. اليوم رح أعملكم ثلاث وصفات كثير طيبين. حنبلش أول شيء بالكينوا تبولة، من بعدها رح نرجع نعمل طبق الرئيسي دجاج حلو ومالح، ورح ننهيها بسلطة الفواكه مع قشطة كثير طيبة. والأول وصفة الكينوا تبولة رح نستخدم الخضرة الفريش من ديل مونتي، عم نستخدم البقدونس، بتجي مقطعة جاهزة مغسولة ومعقمة، كتير بتسهل عليكم عملية تعملوا وصفاتكم. وكمان عم نستخدم البندورة من ديل مونتي، كتير فيها فيتامينات، كتير مهم تفوتوها على نظامكم الغذائي. فخلينا نبلش بالوصفة. أول شي بدنا نحضر الصوص. للصوص بدنا عصير حامض وزيت زيتون، كتروا شوي، رشة ملح، تحركون شوي. وهلأ بدنا نسلق كينوا. أنا عندي هون كوب من الكينوا، لكل كوب كينوا بدكم كبيتين مي. من بعد ما تغلوهم تتركوهم ربع ساعة لحديت ما ينشفوا ويطلعوا معكم بهالشكل. خلينا نرجع للصوص اللي حضرناه. هلأ بدنا نضيف البندورة، وهي البندورة جبتها من ديل مونتي، طازة وكتير فيها فيتامينات وكتير هيك صحية لوصفاتكم. بدنا نضيف بصل أخضر، وبدي أرجع ضيف البقدونس الطازة من ديل مونتي معقم وجاهز لنضيفه لوصفتنا. ليكو شكله ولونه شو بيشهي، وما ضروري تغسلوه ولا تعملوا شي، جاهز دغري. خلينا نحرك ونشوف إذا بدنا بعد. بتصور بكفة مشان البندورة تضل ظاهرة. وهلأ بدنا نضيف الكينوا اللي حضرناها وسلقناها، وبدنا نحرك ونخلطهم كلهم مع بعضهم. ليكو قديت حضرت الوصفة معنا بأقل من 5 دقايق، وكله بفضل بقدونس الجاهز من ديل مونتي. وهلأ صار وقت إنه نقدمها. رح أقدمها بطبق هيك. طيبة وخفيفة وكتير صحية لأنه فيها البندورة والبقدونس، كتير مهمين يكونوا بنظامكم الغذائي. وهلأ صار وقت زينها. بدي أحط بس شوي بصل أخضر على الوجه، ورح أحط شوي رمان هيك ليعطوها شكل حلو. وهي كانت وصفتنا، استخدمنا فيها البقدونس المقطع والمعقم الجاهز من ديل مونتي، والبندورة ليكو لونها وشكلها شو حلو. إن شاء الله تكون عجبتكم، وهلأ بدنا ننتقل للوصفة الثانية. وهلأ جينا للوصفة الثانية. الوصفة الثانية هي دجاج الحلو وحامض، ورح نستخدم البصل المقطع والجزر المقطع من ديل مونتي، بيجوا مقطعين جاهزين ومعقمين، دغري فيكم تستخدمون بالوصفة. أول شي بدي نص كيلو دجاج، بدي أقليه، حط شوي زيت قلي. هون عنا صدورة الدجاج قطعناهم مكعبات، وفينا نملحهم وشوية بهار، ونبلش نحركهم على النار. وهلا بنفس الوقت بدنا نبلش نقلي الخضره من ديل مونتي. رح احط شوي زيت قلي كمان هون، وعلى نار كمان متوسطه. بدنا نبلش اول شيء دائما بالبصل. البصل مقطعين شرائح دغري جاهزين لتستخدمون. بهالوقت هني وعم يتقلوا رح بلش انا احضر الصوص. بدي اول شيء اخلط النشا مع المي قبل ما نضيفهم على بقية مكونات الصوص، ونضيفه على الطبق. عندي صويا صوص، وورسيستر صوص، عنا هون خل الميرين، هيدا خل خصوصي للطبخات الصينية، فيكن تستخدموا خل أبيض عادي. رح حط تقريباً ملعقة كاتشب، وآخر شي عنا العسل، هو رح يعطيه طعمة الحلو. نرجع منخلطهم كلهم مع بعضهم. وهلأ بدنا نجيب الجزر كمان من ديل مونتي، مقطع ومعقم جاهز دغري لتضيفوه على وصفتكم. هلأ بدنا نضيف على الخضرة كمان فليفلة حمراء، فيكم تضيفوا حيلا لون فليفلة بيعطيها لون حلو. وهلأ من بعد تقريبا 5 دقايق صاروا الخضرة معنا شوي دبلوا، بس بعدهم بنفس الوقت قاسيين. هلأ صار فيني ضيف الأناناس، وعم بستخدم علبة أناناس من ديل مونتي، تجي مقطعة جاهزة. بدي أول شي شيل منها العصير، وهلأ صار فيني ضيف الأناناس على الوصفة. هلأ صار فينا نضيف الصوص يلي حضرناه أول شي. بما أنه الدجاج صار جاهز رح أطفي تحته،
وهلأ من بعد ما تركنا الخضرة مع الصوص تقريباً شي 5 دقايق صار الصوص سميك وجاهز، صار فينا نضيف الدجاج عليه. ومنحركهم، الريحة بتشهي. وهلأ خلصت الوصفة وصار وقت إنه نقدمها، ريحتها كتير طيبة. وأنا عم أقدمها مع رز بسمتي سادة، فيكن تقدموها كمان مع نودلز. أكتر شي مبسوطة قديه الألوان طلعت حلوة والجزر شكلهم كبير، كتير عطيوها منظر حلو للوصفة. فيكن أكيد تزينوها بسمسم محمص. وهي كانت وصفتنا لليوم، ما بخبركن قديه الريحة طيبة. واستخدمنا البصل من دلمونتي والجزر المقطع والأناناس، كتير عطيوها ألوان حلوة. إن شاء الله تكون عجبتكن وإن شاء الله تجربوها. وهلأ بدنا ننتقل لآخر وصفة لليوم وهي سلطة الفواكه. وهلأ عنا آخر وصفة وهي سلطة الفواكه، وصفة كتير سهلة وكتير طيبة وكتير خفيفة. ورح نستخدم أول شيء عصير الليمون من دلمونتي، عصير طازة رح يكون هو البيس معنا بهالوصفة. بدي أحط تقريباً نص كوب، ومن بعدها بدنا نقطع الموز من دلمونتي بريميوم باناناز، كتير صحيين وفيهم كتير فايبر، فكتير مهم يكونوا موجودين بنظامكم الغذائي. وبدنا نقطعهم قطع صغيرة، وبدنا نحطهم دغري فوق عصير الليمون. نفس الطريقة منقطع الموز الثانية، ريحتها كتير بتشهي، ونحطهم فوق عصير الليمون. عند الفواكه من دلمونتي يجوا الحلو فيها انه مقطعين جاهزين وخالي من الدسم وما في اي مواد حافظة، وهذا الشيء كتير مهم لما تعملوا وصفات بالبيت. رح فضيه شوي من العصير، فيه خلي شوي من العصير بيعطي طعمة طيبة بالسلطة. هلأ رح ضيفه فوق الموز وعصير الليمون، ليكو كيف فيه هيك ألوان مختلفة. وهلأ بدنا نرجع نضيف الأناناس هاني جلو من دلمونتي. الأناناس هاني جلو مثل اسمه، اسمه لأنه لونه مثل العسل وبيجي بكمية محدودة ومزروع بمزارع مستدامة، عشان هيك بيخلي هالمنتج يكون فريد من نوعه وطعمته كتير طيبة. أنا قطعتهم قبل بوقت، فيكن تقطعون أصغر أو أكبر مثل ما بتحبوا. ليكو لونهم شو حلو، مبينين إنه كتير طازة. وآخر شي فيكن تضيفوه على سلطة الفواكه هو ماء زهر. وهلأ بدنا نقدمها بطبق التقديم، ومن بعدها بدي جيب ملعقة الآيس كريم وبدي حط فيها القشطة على الوجه، ورح زينها بعسل. وآخر شي فيكن تحطوا على وجه مكسرات، فيكن تحطوا لوز، جوز، شو ما بتحبوا، صنوبر. أنا اليوم عم حط فستق. ولهالوصفة استخدمنا فواكه مشكلة من دلمونتي، استخدمنا البريميوم باناناز، الهاني جلو أناناس، عصير الليمون الطازة، وعلبة الفواكه المشكلة. كلهم خلوا هالوصفة تكون طيبة وكتير سريعة. إن شاء الله تكون عجبتكم لأنها عن جد كتير بتشهي.